بمجرد بدأت المضاربة وارتفاع الأسعار اتخذنا إجراءات. هناك إجراءات بالتوافق مع وزارة الفلاحة وهو دفع لونار باش تخرج الستوك اللي عندها، وبدأت تقريبا 57 ألف طن ستخرج، هي تخرج بشكل مستمر وسعرها تقريبا 250 دينار. في نفس الوقت أسدينا تعليمات إلى السادة المدراء بإجراء تحقيق باش نشوفوا ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الرفض، هل هي مضاربة أم أن هذه الشعبة أصلا تعاني من مشاكل. في نفس الوقت أعطينا تعليمات، أسدينا تعليمات هو السماح لأصحاب هذه ما يسمى يعني مربية هذه الدواجن، يستطيعون البيع مباشرة إلى المواطن.